مثل أبوه مثل جده، الجواد مرتب ده. مثل أبوه مثل جده، الجواد مرتب ده. ليش سموه بغدور؟ ليش سموه بغدور؟ بدر من بيت الرسالة نور شعب طلعته. أنت خادم الحسين؟ خادم تقرأ مجالس؟ إن شاء الله. لا يعني في منطقتك، يعني إذا أقيمت مجالس كنت تقرأ؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب سمعت عندك قصيدة للسيدة زينب عليه السلام؟ إي خادم. لا تقدر تسمعني بتشيل. حماتي شكرا وممنون مسعاكم، حماتي صاحب الراية تلقاكم. يا مسلم من تجيني تذكر شنو ديني، محمد جدي مو خارج وذمية. حماتي هجمة أعداء وحشية. رجع شمر ورجع من هاج سفيان، رجع نسل الضلالة غريبة ميسرة ما بين عدوان تهدد بالإزالة. سيبي محوطة وانظر أنا أعداءكم. يا شيعة حانت حمل علي وياكم. تكفل بالضري حنصار شبان، هتفوا خل نقاتل جربونا وتعرفون الوفا شلون. الشاق ابو فاضل نجيكم نقسم بدمعات هرقية. خدمكم والله نم حيها الوهابية. البشر ابعد اضرب للبحر، ابعد اضرب للبحر. دول مرقدهم صقر، دول مرقدهم صقر. حسن شيخنا، حسن شيخنا. الجنة بشرة. لعن الله. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان. الباب الذي يستأذن عليه رسول الله ويستأذن جبرائيل. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان. فقال: إي وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية الستر والحجاب. يا بقية الله فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا. فأسقطت بنت الهدى و جنينها ذاك المسمى. ها يا عدو بالعرب مرسومة، كون بنت سيد البلد محشومة. ها يا عدو بقت من ماضي الزمان، هاي عادة وبقت من ماضي العهد. تحترمها الناس بتسيد البلد،
بابها يرفرف علي طير السعد بابها يرفرف علي طير السعد بجال ابوها مدلل ومخدومة بجال ابوها تعيش بالعز والامان لو سألت السبب قالوا بنت فلان لازم نعاملها بالود والحنان وتبقى بين اهل البلد مكرومة ليش داسوا على العادة والأصول وما جروا هذا الرسم ويا البتول بويا ليش ليش داسوا على العادة والأصول وما جروا هذا الرسم ويا البتول يا أبو أشرف من الهادي الرسول وهي ضايات الوحي مفطومة صار لك مدة تعيش بدارها ليش جات تهدرها يا بسمارها صار لك مدة تعيش بدارها ليش جات تهدرها يا بسمارها انت حين اللي وصلت ذاك الجسد قاب قوسين وصلت عن الصمد يعني سورة قل هو الله أحد نزفت الدم من جميع أركانها